يا مساء سعيدة على كل مشاهدي برنامج الطبيب. فقرتنا النهاردة مختلفة تماما، الفقرة دي بقى هنصحح كل المفاهيم الغلط. يعني كلنا هنحتاج الفقرة دي، سواء بقى إذا كنا مثلا أنيسات، سيدات متزوجات، رجالة، كلنا بنحب يكون شكلنا جميل وما بنحبش يكون في عيوب في بشرتنا. ولكن المفاهيم الغلط بقى إن إحنا بتيجي مشاكل في بشرتنا بنكون فاكرين إن ملهاش حل، فبنضطر نقعد بالمشاكل دي وبنبقى قاعدين متأزمين ومتضايقين. ولكن احنا من خلال برنامج الطبيب دايما بنسعى ان احنا يكون معانا يعني اطباء عندهم الخبرة الكافية، ولما حبينا بقى نسهل كل المواضيع دي ونصحح كل المفاهيم الغلط حبينا تكون معانا وترد عليكم يعني خبيرة التجميل، وطبعا الملقبة بسندريلا التجميل. الناس كلها لما بتحب تاخد المعلومة الصحيحة بتلجأ لها، وبالفعل هي بسبب نجاحها وبسبب ان هي حلت مشاكل كتيرة قوي وفي وقت كمان صغير خلاص الناس بقت واثقه فيها وبقى عندها امانه طبيه. عشان كده النهارده هنصحح كل المفاهيم الغلط وهنشوف حلول لمشاكل كتيره قوي ما تاخدش اقل من 10 دقائق في حلها. خليكم النهارده معانا. نرحب بدكتوره هبه عادل، استشاري الجلديه والليزر بعيادات صبايا ومدير عيادات صبايا والملقبه بسندريلا التجميل. سندريلا التجميل، اهلا وسهلا بيكي. خلاص الناس اخذت عليكي. لما حبينا بقى نعرف مشاكل كتير تتحل ازاي في فتره قليله حبينا نسالك انت حبيبتي يا ميري. قولي لنا بقى يا دكتور، اول مشكله الناس بتتضايق منها جدا وهي بتخلي شكلنا كبير هي الجفن، سواء بقى الجفن نزل سواء الجفن يعني تحت فوق ايا كان بقى، حلها بيبقى قد ايه وفي خلال مده كبيره ولا قليله؟ احنا بصي دايما اقول لك وهاكد عليكي تاني ان انا محتاجه مجرد ما نلاقي مشكله بسيطه نلجا ندور على حلها، ما نستناش لما تكبر قوي. انت عارفه الجفن زي ما قلت لكم قبل كده، هل لما ارفع الحاجب الجفن هيتحسن والعين هتفتح؟ ولا هل المشكله كسرات تحت العين؟ ولا هل المشكله في ايه؟ ولا هل المشكله في 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 العين المبطنه؟ يعني كل حاجه ليها حل بطريقه معينه. انتوا عارفين كل الشغل ده بشتغل عليه بحاجات كتير قوي. زي ايه بشتغل عليه؟ لو رفعت الحاجب ولقيت ان النتيجه كويسه والبيشنت مبسوطه وحست ان عينيها نورت شويه فرقت معاها كتير، بنشتغل بايه؟ بالرفعه دي بالبوتوكس او بالفيلر، في فيلر بسيط كده بنشتغل بيه في طرف الحاجب بيرفع لي الايه؟ بيرفع لي الحاجب. طب ايه اللي معانا على الشاشه يا دكتور؟ ده جهاز اسمه البلازما جيت. ده جهاز عامل راو كبير قوي في الماركت بقاله فتره. وبصراحه انا لاي بيشنت بتيجي تعمله بتكرر الجلسات تاني من كتر ما هي مبسوطه قوي من النتائج بتاعته. أوكي. الجهاز ده بيشد الجفون زي ما انت شايفه كده، بيشتغل بالحراره، الحراره بتسيب قشره، القشره بتقع وبتشد الجفن. مش متألمه خالص زي ما انتم شايفين، هي حراره بسيطه نازله على الجلد، في بنج موضعي اتحط قبلها، مفيش اي مشكله بس خالص. بس النتيجه واضح ان هي هو بيخلي الجلد يا دكتور ينكمش بالظبط كده فيتشد لفوق بالظبط كده، مش حاسه ان هي متضايقه او تعبانه بالظبط، ما فيش اي الم ولا اي حاجه. الباجز بقى، الباجز كتير قوي بتشتكي من الباجز دي، انا على حسب الحاله ببتدي اشتغل. يعني لو حاله مايلد او حاله خفيفه جدا باجز مجرد ما احقن تحتيها فيلر مجرد ما المشكله اتحلت. طب لو حاله شديده شويه البلازما جيت بيجيب نتائج حلوه قوي، بيسيح شويه الدهون دي فبيحسنها. في حالات بقى اقول لازم جراحه، لازم يعني اعمل برضو الصوره اللي كانت معانا على الشاشه دي بلازما جيت. بلازما جيت اوكي. تعرفي يا دكتور ان انا مهما حطيت كل سيلر وتقلت برضو بتبقى باينه، يعني بتبقى محرجه جدا وبتخلي شكلي مش حلو. لا انت جميله ربنا يخليكي. لا انا بحكي على عنده كمان طبعا المشكله. انا عايزه اقول لك مهما داروها اصلها انتفاخ، هي مشكلتها دي دهون تحت الجلد فمشكلتها باينه جدا، غير مثلا لو هي حفره مجرد ما تحط كونسيلر بيديها لون حلو والدنيا بتختلف. او لو هي شويه خطوط الكونسيلر برضو هيضيعها، انما الانتفاخ ولكن الشكل الحلو ده اللي اتغير ده كان بلازما جيت. بلازما جيت. طب عشان نحفظ يا جماعه اسماء الاجهزه ونروح للدكتور على طول. طيب نروح بقى لمشكله كبيره جدا وهي الاسمرار تحت العين. في ناس بيكون عندها مثلا السواد ده او الهالات السوداء وراثيه، وفي ناس من السهر من المجهود، هل حل ده زي ده؟ يعني لو كان عامل وراثي زي ما يكون مثلا من المجهود اللي بيحصل لي؟ طيب لا خالص طبعا مختلف. العامل الوراثي ده مشكلته ان هو بيطول معايا في عدد الجلسات شويه، بس بقدر اوصل لنتيجه توصل ل 70%، اظن ساعتها هتبقى مرضيه جدا لو الموضوع وراثي بس. طب لو في مشكله زي ما انت عارفه
الحفرة مثلا تحت العين لو حطيت فيلر هتحل في وقتي واحنا قاعدين هتلاقي نتيجة مبهرة جدا. طيب لو هي مشكلة كسرات، انت عارفة ساعات التجاعيد الشديدة تحت العين مدياكي لون مش حلو تحت العين. حلو. في جلسات الكربوكسي انا ناسياها وبقالي فترة ما اتكلمتش عليها، لناس معينين بتجيب نتائج، يبقى احنا اختيارنا للبيشنت هنعمل له ايه؟ ده اهم حاجة. حلو. مش اللي هو تقول لي انا عايزة فيلر يا دكتور، انا عايزة كربوكسي يا دكتور، لأن رافضة الكلام ده، ممكن حالتك ما ينفعش معاها الكربوكسي. يعني ما ينفعش انا اروح اشوف مثلا واحدة قريبتي عاملة فيلر وضيع السوائد اجي اقول لك انا عايزة فيلر. بالظبط كده. لا، انت لازم تكشفي وتشوفي انا بشرتي تحتاج لايه. في جلسات مخصصة للهالات، يعني حقن ميزوثيرابي او بنشتغل بيها تقشير للهالات. طيب. بتفرق برضو جدا. حلو جدا. معانا كمان صورة ممكن تشرح لنا يا دكتور عليها، يعني فرق شاسع جدا. دي اكتر حاجة بتقابلني في العيادة في سن الصغير زي ما انتوا شايفين كده، هي شابة صغيرة خالص، مجرد ما بحقن لها فيلر تحت العين مجرد ما النتائج تبقى جميلة. تعرفي ان المنظر اللي فوق ممكن حد يتهمها ويقول لها مثلا انت مدخنة، انت بتشربي حقي بجد. صح. المنظر غريب جدا. ولكن اتحولت لحد تاني خالص، وشه صافي وجميل. بتفرق جدا على فكرة، العين بتفرق قوي في لمسة بسيطة في العين، بتحسي ان الوش كله اتغير، هو والشفايف، هي والشفايف، مهمين قوي. طيب انا عايز طبعا اقول لكل اللي بيشاهدونا يا جماعة النهاردة معانا جهاز الهايفو، الجهاز ده يعني عامل طفرة كبيرة جدا، الجهاز ده يا جماعة محقق نجاح كبير جدا وعوضنا عن جراحة ومشاكل كتير كان ممكن يعني ادخل في عمليات بمعنى اصح، ولكن هنتكلم عنه وهنشوف يعني هو بيعمل ايه. بس بعد بقى ما نسألك كام سؤال كمان عشان ما حدش يزعل مننا النهاردة، عايزين نجمع اسئلة كتير واجابتها. هل انا ممكن اعمل الفيلر والبوتوكس وكمان مثلا البلازما ده كله في جلسة واحدة؟ طبعا انا ممكن اعمل كذا حاجة ما تتعارضش مع بعض. يعني ايه؟ انت عارفة البوتوكس بحقنه في الجبهة، تجاعيد الجبهة. طيب اما اجي احقن بلازما ما بحبش انا احقنها في الجبهه، على فكره على العظم ما بتفيدنيش. لو حد قال لي دكتور انت ليه ما بتحقنيليش هنا، مش هتفيدني صدقوني. البوتوكس هو الحل في المنطقه دي. طب عندك كمان الفيلر، اقدر اعمله مع البلازما، بيقوي البلازما جدا. يعني انت فاهمه قصدي، بلازما بتقوي الفيلر كمان، يعني ما بيعترضش على بعضه. ده انا ممكن انهي القصه كلها بجلسه تقشير في الاخر. طب قولي لنا بقى الوش الجميل ده اللي بقى جميل بصراحه، يعني رجعتيه ازاي كده يا دكتور؟ بصي السن مشكله كبيره قوي. بصي الجلد بقى كواليتي الجلد نفسها مش حلوه، سيبك من التهدل، التهدل بنشد بالخيط والموضوع بينتهي. بس كواليتي الجلد مش حلوه، اشتغل عليها بجلسات الليزر، بتفرق معاها جدا. خيوط النضاره، خيوط النضاره مجرد ما تتحقن في الاماكن الجلد، شفتي المكسر، مكسر جامد كل جدا، كل حاجه اتظبطت بجد. اتظبطت بجد. هي الفكره كلها ان ايه، كذا تقنيه، ما ينفعش تقنيه واحده استعملها لوحدها. مش ممكن يا دكتور، مش ممكن. لا قولي لي انا بقى لما عاوز وشي يكون كده طبيعي من غير ميك اب، انا عايزه مورد ومنور وابيض كده، ده اعمل ايه على طول؟ قولي لي دلوقتي. مورد ومنور وابيض، اول حاجه لازم تعملي نضاره خارجيه وداخليه. حلو. نعمل جلسه تقشير على حسب نوع الجلسه، مش كل تقشير ينفع لبشر لكل الناس. حلو. ونعمل جلسه وفيلر نضاره او خيوط نضاره، هيبقى حلو كده يا دكتور زي قبل وبعد كده. انا عايزه اقول لك دي، بصي بقى للحاله دي كويس قوي، هتلاقي تحت العين اتغير، الخدود وكونتور الخد اتغير. طبعا الليفتنج عملنا شد للبشره كويس قوي، باين جدا عند الرقبه، اتحسنت جامد جدا. يعني انت خدتي فيها خيطين على الحرف كده على الجو لاين، فرقوا جدا. انت فهمتي الفكره؟ هي خلتها عروسه كده صغنطوطه شابه. بصي هي دي فكره الخيوط او فكره الهايفو، بيعمل ايه؟ الجهاز او الخيط او الهايفو بيشد البشره والجلد زي ما انتم شايفين. احنا هنا عاملين جنب وجنب عشان نوضح الفرق. بالظبط كده. اوكي. بس انت انا اللي اختار امتى احتاج هايفو او امتى احتاج خيط. ما ينفعش حاله متهدله جدا تيجي تقول لي يا دكتور هايفو. يعني انت فاهمه قصدي، هيجيب نتائج بطيئه جدا، هتيجي تظلمي المانوفر اللي احنا عملناه او تظلمي الجلسه. فما ينفعش، لازم الدكتور هو اللي يختار انت تحتاجي ايه او بشرتك محتاجه ايه. طيب لو بشره فيها بقى حب الشباب، يعني بيبقى في ناس عندها الحبوب او بشرتها دهنيه قوي لدرجه ان هي بتسيب اثر والشكل ما بيبقاش حلو وبتحس ان الوش محروق، يعني في حروق كده، ولكن ده بيبقى اثر حب شباب، اشيل بقى الطبقه دي كلها ازاي؟ بصي انت قلتي وش فيه حروق، هو مش حروق، هي حفر، فمدياكي رولينج افكت كده، منظر غريب، تحسي ان الوش كانه فعلا زي ما انت قلتي. منظر فعلا دكتور، بتحسي ان الوش فيه حرق بجد. فهي الفكره كلها ان دي اثار حبوب الشباب. اثار حبوب الشباب على حسب، زي ما بقول لك هي لسه جايه لي بحبوب شباب ولا خلاص ده اثار وخلاص. أوكي. لو لسه ستيل جايه لي لازم انشف اوريدي الحبوب الموجوده دي. كمان الناس دي بتبقى بشرتهم دهنيه جدا وشعرهم دهني وكل جسمهم دهني، فلازم اديهم حاجات عشان الدهون دي تقل معاهم شويه. حلو. طيب ايه الجلسات اللي ممكن اعملها عشان اضيع الحفر حبوب الشباب دي؟ جلسات الفراكشنال ليزر والديرما رولر او الديرما بين، بس على حسب هي واخده طبقه ايه، ما هي حفره كبيره قوي ولا سطحيه شويه، هقدر اشتغل عليها بالدرما وبس.
جلسات الليزر الجديد فيها دلوقتي ان احنا بقينا نحط ميزو سيرابي انتي سكار. حلو. ميزو سيرابي ده عباره عن فيتامينز بتعلي الحفره او بتعلي السكار. ده ايه يا دكتور؟ جهاز الليزر الكربوني اللي ناس كتير قوي بتسال عليه. بس فكره الليزر الكربوني عشان نبقى فاهمين هو بيعمل ايه، هو طبقه من الكربون ماسك كده بتتحط والليزر بيخش يضرب الكربون ماسك ده، فبيحصل بيلينج خفيف. يعني ايه بيلينج؟ تقشير خفيف، فبيدي نضاره للجلد. انت فاهمه الفكره؟ فاهمه الفكره. واخد طبقه رفيعه جدا ان انا هشيل جداً. هشيل يعني انا لو عملت كذا جلسه من ده بعد كده متهيألي وشي هيكون بالزبط. طبيعي جدا. هتفرق معاكي جدا. بس هي الفكره لو انا محتاجه ان انا اخد طبقه اعمق منها يبقى مش هينفع معايا الكربون بيل. يبقى كل حاجه انا بختار البيشنت اللي المفروض اعمل له جلسه ايه. ما ينفعش حد يجي يقول لي دكتور اعملي لي كربون بيل، طب انا دلوقتي عندك هايبر بيجمنتيشن جامده جدا لازم انا اخترقها بتقشير اقوى. ممكن يكون اعمق، انا حاسه ان هو يعني خلاله البشره صافيه والبشره كانها يعني ناعمه وصلت للاول واحسن كمان. بالظبط كده، بس جلسه زي ما قلت لك على حسب السليكشن بتاع البيشن. طيب قول لنا بقى يا دكتور، انا عايزه اسالك سؤال، الناس بتسالني على فرع التجمع ان شاء الله قريبا لعيادات صبايا، هل الاجهزه دي بتكون كلها متواجده جوه الفرع؟ لا متواجده جوه الفرع. يعني زي الفرع الاساسي في هيكون نفس الاجهزه. ان شاء الله. يعني ما اروحش مكان عشان خاطر حاجه معينه خالص. لا. طيب حلو قوي، نتكلم بقى في الطفره الكبيره اللي عاملاها الخيوط. عارفين ان الخيوط دي ممكن تخلي وشي من التهدل ومن التجاعيد والرقبه، طبعا المنطقه دي بتضايق ناس كتير قوي، لان حتى لو انا ظبطت وشي والرقبه باينه فيها كرمشه او عجز بيبان سني. طبعا انا عايزه اعمل الرقبه وعايزه اعمل وشي، بياخد وقت بقى الخيوط؟ بصي الخيوط ده عباره عن خيط بيتحط ببنج موضعي، يعني في ناس لسه ستيل بتتخض منه، لا خيط لا يا دكتور. هي الفكره كلها ان البنج موضعي بيتحط وبعدين بنشد بيه البشره والجلد. بس هي الفكره كلها ايه نوع الخيط؟ ايه اللي انا محتاجاه؟ ايه التارجت بتاعي؟ عشان في ناس بتظلم الخيط، انا عملت خيوط قبل كده وما جابتش نتيجه. دي الخيوط يا دكتور؟ دي الخيوط. دي نوع من انواع الخيوط، مش دي كل الانواع. أوكي. هي الفكره كلها كل دكتور ليه ستايل او ليه طريقه في شد الوش. ففي ناس تقول لك لا انا عملت خيط وما جابش نتائج، انا تارجت ايه او هو تارجت ايه اللاين اللي تارجته او ايه الرسمه اللي رسمها قبل ما يشتغل. شفتي الرسمه اللي كانت انت مرسومة. في طبعا مقاييس طبيه علميه للوش ويعني تقسيمه الوش بمعنى اصح. زي ما بتروحي عند دكتور تعملي شفايفك وتروحي عند دكتور تاني تعملي شفايفك تحسي ان لا الاثنين كانوا مختلفين مع انها هي شفايفك. كل حد امال انت بقى لقبتي ليه بسندريلا التجميل؟ ما انت ما لقبتيش اللقب ده من فراغ، يعني ان الناس عارفه ان انا لو رحت عندك مش هفكر اروح عند حد تاني، انت بتعملي الحاجه مظبوطه. طيب قول لنا بقى الصوره اللي معانا، ايه الفرق ما بين مثلا ان انا بعمل في خدودي خيوط او رقبتي؟ على حسب انا عايزه اشد ايه. مش انا لسه بقول لك انا هتارجت ايه، هل هتارجت النيزو ليبيا الفولد الخط بين الانف والفم؟ ولا هتارجت الخط بين الفم والايه والجزء بتاع الجو لاين؟ او انا مشكلتي في الجو لاين بس ومشكلتي في الرقبه؟ فدي كل حاجه انا عايزه اقول لك، لما بنشد البشره بيتحسن الرقبه بنسبه 40%. بيبقى فاضل لي الايه حاجه بسيطه جدا 60%، يعتبر انجاز كبير لما تشدي ال 40. صدقيني بتبقى فرقه كتير قوي. هي هتلبسها انت بتختار، طب تعمل رقبتها ولا تسيب رقبتها؟ انت فاهمه الفكره؟ فمهم جدا ان احنا نشتغل على الجلد والبشره. بس في حاجه ساعات انا ما ببقاش محتاجه بس خيوط بس، ببقى محتاجه ساعات اسند بشويه فيلر صغيرين هيظبطوا معايا ويدوكي وقت اطول على ما بتجيلي تاني، يعني تقعدي 3 سنين على ما بتجيلي تاني. فاهمه قصدي؟ حلو قوي. اثبت بيها بس شغلي. طب بما ان الانف في خيوط للانف مخصصه للانف، ما انا لسه كنت بقى عايزه اسال السؤال ده، الشفايف هل انا ممكن اظبط الانف بالخيوط؟ طبعا. ونتائجها حلوه جدا، مش هحتاج لعمليه خالص خالص. بس على حسب برضو، لازم قلت لك البيشنت سيليكشن، انا اخترت بيشنت صح عشان يلاقي نتائج صح. ما تبقاش الموضوع كبير قوي او مناخيرها مختلفه خالص، لا محتاجه سيرجري على طول، لا. هي الفكره كلها. طب ممكن اعمل ايه في الانف يا دكتور؟ يعني اضيقها من هنا، نضيق من هنا ونشد العظمه بتاعتها كده. ولو في العظمه حفره ساعات بيبقى في اعوجاج في الانف كده، بنحط سنه فيلر بسيطه خالص بيشنت ما تحسش بحاجه وتحس ان ايه ده؟ ده انا الانف رجعت في 5 دقائق الشكل اللي رجعت انا نفسي فيه، احسن من الاول. طبعا هنتكلم بقى عن المفاجاه اللي معانا يا جماعه، وهو يعني احنا بنشكرك ان انت حركتي جهاز زي ده يعني بمبلغ مش قليل خالص. وجهاز الهايفو ده يا جماعه مش في اي مركز او اي عيادات بتلاقوها، لان هو يعني حاجه الناس بتقدرها وهي حاجه مش قليله. احكي لنا يا دكتور الجهاز ده ممكن يعمل ايه وايه؟ وانا كمان يا جماعه هجربه معاكم على الهوا، عشان الناس اللي بتخاف بقى بتقول ان هو ممكن يعمل مثلا وجع، لا اصل انا ممكن ما بحبش احقن، لا اهو جهاز
بيديني نتائج كتير عن الحقن والشد، صح كده؟ صح كده. احكي لنا انت بقى يا دكتور. جهاز الهايفو ده طبعا ما فيش حد دلوقتي ما يعرفش يعني ايه هايفو. انا ما بقتش خلاص اتكلم عليه، خلاص الناس فاهماه لوحدها. جهاز الهايفو بيعمل شد للبشره وترهلات البشره والجلد والجسم. الجسم انا هوريكم صوره الجهاز، انت شاوري على الجهاز ده اللي معانا اهو، احنا جايبين شكله معانا على الهواء. في اماكن البطن موجوده اهي، الرقبه موجوده، الباك موجود، الرجل موجوده، الجزء بتاع الهانش عشان السيلوليت والرجل. بيعالج السلويت كمان؟ طبعا بيعالج كمان الجزء بتاع فوق الصدر من فوق، بيعمل شده بسيطه بس ما يبقاش تهدل كتير قوي برضو. مش احنا اتفقنا كل حاجه؟ الوش كمان، البشره زي ما انتم شايفين، يعني بيرفع الثدي كمان. دي حاجه هايله. الجزء الفوقاني بس يعني ما يبقاش تهدل برضو شديد. اوكي، طبعا فاهمين القصه ماشيه ازاي. طب يلا بقى يا دكتور، يعني يعني خليني انا كمان اجرب. عايزين نعمل لك النهارده جلسه هايفو. زي ما انتم شايفين الجهاز كده، زي ما انتم شايفين اهوت، بيشتغل على الجزء الفوقاني بتاع فوق الصدر، البطن، الباك، الوش. لا احنا نقف عند البطن، قولي لي بيعمل ايه في البطن يا جماعه؟ مشكله كبيره لينا كلنا. بيشد البطن شويه، انتوا عارفين كلنا ايه بيبقى قصه الوالده قيصري او سيزاريان، حته صغيره طالعه يا دكتور، فدي نقدر نسيطر عليها قوي بالهايفو. حلو قوي. تمام كده؟ بنفتت، هو القصه كلها بيشتغل بتكنيك معين، بيفتت سنه الدهون وبيشد الجلد. فما احنا لو فتتنا الدهون وما شدناش الجلد هيحصل ايه؟ ترهل شويه في الجلد. ده بيعمل كده. يعني هو بيفتت دهون مع الشد. بسيطه مع الشد. طب كام جلسه؟ كم جلسه؟ دي على حسب الحاله، يعني ممكن الحاله تحتاج مني 3 جلسات 3 شهور ورا بعض، ممكن تحتاج جلسه واحده. يعني انا عندي بيشنت عندها مشكله، عندها مشكله شويه في ايه؟ في الكسرات الرفيعه حوالين البطن. انت عارفه بعد ما ولدت هي مفيش مشكله، مفيش دهون، بس جلدها مش مشدود. طب خلينا صراحه، هي مش موضوع ولاده بس، ما احنا بنتخن يا جماعه وبنخس وبيبقى السلويت كمان، ده دي مشكلة كلنا بنعاني منها، حتى بيبقى في الايد ترهلات بسيطه هنا، تفرق جدا في البطن، جناب البطن، في الرجل على فكره. البيشنت كل اللي جربوا السلوليت جاب نتائج معاهم من اول جلسه، ما احتاجوش جلسات تاني. بجد يا دكتور؟ فعلا والله حقيقي. طب احنا نعمل النهارده الوش وبعدين انا بروح لها في حاجات ثانيه. اوريكم دلوقتي هو عباره عن الجهاز زي ما انتم شايفين كده، بنخش على الفيس. الجهاز عباره عن حاجه اسمها 3D هايفو. اوكي. 3D هايفو ده احدث تقنيه هايفو نازله الماركت، الماركت كله كان قبل كده في هايفو عادي. دلوقتي تقنيه 3D زي ما انت شايفاها كده، نقط بتعدي على كل حته في الجلد، ما بتسيبش مكان في الجلد الا ما بتعمل له ايه؟ تحفيز للكولاجين. هي فكرته كلها ان هو بيحفز الكولاجين. بعد ما بيحفز الكولاجين النتائج بتاع الكولاجين بتظهر بالوقت. طيب احنا النهارده يا جماعه هنجرب الجهاز ده عشان خاطر اولا الناس اللي بتفتكر ان الهايفو ممكن يكون بيسبب الم او بتتعب منه، كمان في نقطه مهمه جدا ان هو عباره عن موجات صوتيه، صح يا دكتور؟ بالظبط. يعني زي السونار يا جماعه اللي بيتعمل لو واحده مثلا حامل، فده اكيد مش هيضرها باي حاجه خالص، دي حاجه طبيعيه جدا خالص. اي هو نفس ملوش اي سايد افكت. طيب انا كمان هجرب معاكم على الهواء دلوقتي. قبل ما اشتغل الهايفو زي ما انا اتفهمتكم ان هو الترا ساوند، قبل ما اشتغله بحط جل. الجل ده بيساعدني لي ان الالترا ساوند دي تخترق الجلد. اولا ميري هي مش محتاجه حاجه خالص، بس هي صممت ان انا اعمل لها جلسه ايه؟ هايفو. دي جل بسيط جدا. اوكي ماشي كده، بنحطه عشان نخترق بيه بس مش اكتر. اوكي دلوقتي زي ما انتم شايفين جهاز الهايفو اهوت، انا عندي انواع للهايفو، يعني ايه درجات بخترق بيها الجلد؟ في الواحد ونص، وفي التلاتة، وفي كمان الأربعة ونص، ولو بادي 13 و6 و12، أرقام كتير قوي عشان نخترق بيه. طب يلا نشتغل قبل ما الفقرة تخلص ونطمنهم عشان بس تعرفوا قد إيه هو ما فيهوش أي ألم، مش مؤلم خالص. شفتي الضربات اللي انا مش حاسه بحاجه، كاني بتزغزغ. بالظبط كده، هي دي الضربات اللي بتنزل على الجلد، ولو بصيتوا للجهاز هتحسوا انه ظبط كل ده احمر. طب قولي لي بقى انا وشي محتاج انهي درجه؟ يعني انت شايفه مثلا وشي، انا خاسه شويه اليومين دول، فاكيد برضو وشي شويه اخس. انا محتاج اي درجه؟ هنحتاج كل الدرجات عشان نخش على طبقات الكولاجين في كل حته، بس الباور هيختلف عندك. ليه؟ انا مش محتاجه باور عالي قوي، او مش محتاجه احفز الكولاجين بشكل كبير قوي. انت قمر اصلا يا ربنا يخليكي يا دكتور، من ذوقك انا فعلا مش حاسه بحاجه يا جماعه خالص، وانا شايفه ان طب ليه؟ وانتوا شايفين الجهاز منور على فكره، يعني شغالين اوريدي. احنا بنمشي على طبقات الجلد، يعني برسم رسمه الاول على فكره. الحركه دي اللي هو حاجه بسيطه كده، دي تحفيزه الكولاجين اللي بتحصل. تمام كده؟ دي بقى النتيجه يا دكتور اللي بتكون مثلا، قولي لي بقى يعني مثلا انا حاله بسيطه، حاله زي دي النتيجه بعد كام
دي لو هي استمرت على الهايفو بس هناخد وقت شويه، هناخد اقل حاجه 3 4 جلسات بس، برضو لما اوصل للنتيجه الثانيه دي يبقى هايل. ايه يعني طبعًا. انا ولا حاسه بحاجه، ثانيًا اهو كمان مش ترهلات الرقبة مشكلة كبيرة حاجة محدش متوقعها. المنظر ده كنا بنوصل له يا جماعة بجراحة طبعًا. لما يكون عندنا أجهزة أنا هو مش حاسة بحاجة، مفيش، لو أنا عارفة إن فيها ضرر مش هحط على وشي، إن أنا شغلي كله هو وشي يعني يعني بكلم الناس. فطبعًا جهاز الهايفو ده يعني أنا مش عارفة أقول لك إيه دكتور، بجد بجد لازم تكوني فعلًا ملقبة بسندريلا التجميل. تاني حاجة أنا بشكرك إن أنتِ على طول في يعني دايمًا بتسعي إن أنتِ تجيبي التقنيات الحديثة دي، ويعني مش عارفة أقول لك إيه غير شكرًا بجد ليكي. ميرسي يا جماعة بجد إن أنتوا كنتوا معانا في فقرتنا، وميرسي على يعني مش عارفه اقول ايه، عايزه اقول يعني ان انا دايما ببقى سعيده ان انا بيبقى معايا اطباء عندهم خبره كبيره جدا، لدرجه ان انا اصلا اللي بروح اعمل حاجه عندهم لو انا محتاجاها. نشكر مع بعض دكتوره هبه عادل استشاري الجلديه والليزر بعيادات صبايا، مدير عيادات صبايا والملقبه بسندريلا التجميل. وانا كمان بشكركم، اشكرك يا دكتور. ميرسي.